في حال كنت أصلي جماعة في صف خارج المسجد وقرأ الإمام آية سجدة وكبر ولم نعلم هل لسجود التلاوة أم للركوع، فما الأولى فعله؟ تشوف اللي قدامك واللي قدامك شوفوا اللي قدامهم، فإذا اللي قدامهم سجدوا سجد، إذا ما سجدوا يركع. أنت تشوف اللي أمامك، شوف الصفوف التي أمامك، طالما أنك خارج حتى لو كنت في المسجد ولا ترى الإمام، شوف اللي قدامك الصف اللي أمامك ماذا فعل، والسجد شاف اللي أمامه وهكذا إلى اللي شاف الإمام. لأن أحيان صح بعض الأئمة، البارحة صارت فينا يعني، أن الإمام قرأ آية ما هي سجدة لكن فيها لفظ السجود، طيب فسجد بعض الناس وهي ما هي سجدة تلاوة، وهذا أيضا يعطينا رسالة أن على الأقل نعرف أماكن سجدة التلاوة في المصحف، على الأقل بالسور، أي سور اللي فيها سجدة التلاوة نحفظها. فبعض الناس سجدوا وإحنا كنا راكعين مع الإمام، وأنا صارت فيني مرة كنا في هولندا فالإمام قرأ آية سجدة، نسيت أي سورة يعني ختام السورة، سورة النجم أو سورة العلق نسيت أنا الآن، لكن المهم سجود يعني. وحنا كنا نصلي بمكان ما نشوف فيه الإمام يعني، مثل هذا المكان مثل مصلى النساء يعني زائد، مكان زائد فما قدامنا جدار يعني ما نشوف الإمام. أنا سجدت صراحة لأن آية السجدة واللي حولي أكثرهم راكعين طبعا، فعلى طول قمت وركعت معهم. هذا فيقول لي جيم قال ليش سجدت؟ قلت له والله آية السجدة أنا توقعت أنه يعني بيسجد اليوم، قال لا خذها قاعدة، ما عندنا شيء اسمه سجود تلاوة. قلت على كيفكم. ألغوا سجود التلاوة في الصلاة. يقول ما عندنا شيء اسمه سجود، أي تكبير ركوع، ترى هذه حنا ماشيين عليه هالموضوع هذا، على كيف. المهم الشاهد أنه يعني الإنسان أول شيء يعرف أماكن السجود، ثم بعدين يشوف اللي قدامه، إذا كان ليس أمامه يعني ما يشوف الإمام يشوف اللي أمام الإمام وهكذا.